متابعة هذه الصور الآن للقاء الذي يجمع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، فلنستمع. لحظات من الألم لم نعيشها أبدا في حياتنا، هناك العديد من البكاء والعديد من الصراخ في الأمة وتعاني الأمة بأكملها، ونحن ملتزمون بالتغلب على ذلك كما أننا ملتزمون لمواجهة العدو. وعلى الرغم من ذلك فإن الموقف متعقد. على جانب نحن نطلب إلقاء سراح كل الرهائن الذين تم اختطافهم، ونحن دائما ما نجد الجانب الإنساني هو أيضا جانب نعير النظر إليه. هناك العديد من الأطفال الذين تم خطفهم من حركة حماس، وقد استمعت إلى تصريحاتك وتحدثنا على مدار أسبوعين، وأنا أقدر جدا هذه الزيارة، وهذه الزيارة هي تقف كمذكر للتعاون بيننا وأيضا للموقف الإنساني لهؤلاء الأطفال الذين تم اختطافهم. وأنا أدرك بأنك أيضا تشارك نفس الإحساس معي، نفس الإحساس الذي أيضا نشاركه مع جميع العائلات وأيضا مع جميع المواطنين الإسرائيليين، وهم في النهاية هم مواطنين، وجميع الإسرائيليين هم واحد من الجنود أو المواطنين أو أي فئة، نحن جميعا واحد، ونحن نطلب بإطلاق السراح الفوري لجميع الرهائن. أعتقد بأن هناك أيضا حزب الله، وحزب الله يقوم باللعب بالنار. هناك العديد من الأشياء التي يقومون بها، ونحن ندرك بأنهم هم يد إيران في الشرق الأوسط. أريد أن أؤكد بأننا نحن لا نتطلع إلى مواجهة مع أي أحد على الحدود من حزب الله أو حتى مع أي أحد على حدودنا، ولكن ما إذا كان حزب الله سوف يقوم بأخذ هذا الدور وأيضا القدوم إلى هذه الحرب؟ فمن الجلي بأن لبنان بأسرها سوف تدفع هذا الثمن. نحن لا ننظر أيضا إلى هذه التحديات كجوانب فقط لها تأثير على حدودنا، ولكننا في جميع الاتجاهات دائما ما نحترم القوانين الدولية، ونحن ندرك جميعا أهمية السلام وأهمية الالتزام بهذا الجانب الإنساني والناحية الإنسانية، ونحن أيضا ندعم السلام لجميع اليهود في العالم وأيضا لجميع المدنيين. شكرا، شكرا لك سيدي الرئيس. دعني أخبرك بأنني أنا هنا مع وفدي، هذا يشكل الدعم ويرسم صورة الدعم والصلب بيننا، ونحن نحترمك ونحترم حقوقك وحقوق الأمة بأسرها، وهو أيضا الجانب الخاص بالسلام هو مطلب لدينا خاصة. قمت بإمضاء بعض الأوقات مع العائلات الذين قد فقدوا أطفالهم، وأيضا بعض العائلات هي تنتظر هذا الشأن.
أنا أشاركك رأيي. الهدف الأول لدينا اليوم يجب أن يكون إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزون، لأنه من الهام جدا لعب هذا الدور وحماية الأطفال والبالغين والمدنيين وأيضا الجنود. علاوة على ذلك أريد منك أن تتأكد بأننا سوف نقف خلف هذا الهدف وأنا أدرك بأن هناك أيضا التحديات المختلفة ومن واجبي أخذ هذا الدور بدون أي توسيع لهذا الصراع، ونتأكد بأن هذا أيضا السلام سيعم، ولكن الأهداف يجب أن تكون منظمة والعمليات يجب أن تكون مرتبة. أريد منك أن تتأكد بأن الأطفال الغرب معك والأمة بأكملها معك، وسوف نقوم بما يجب لوقف هذا العنف لك ولهذه المنطقة. ولذلك نحن أيضا نتفهم هذا، نتفهم أيضا بأن حزب الله يقف على مشارف هذا الحرب، ونحن أيضا نتفهم هذه التحديات الطارئة على هذا الصدد. لدينا العديد من الأهداف التي نراها من نفس العدسة. ما الذي يحدث لا يمكن أن يتم نسيانه، وسوف نكون معك اليوم وغدا وفي المستقبل لأجل هذا الأمان، لأن هناك العديد من الناس الذين يتم قتلهم فقط لأنهم يهود وفقط لأنهم إسرائيليون. שלום עופר, שלום מאיר, כל הכבוד.